في ساقة العزيز الدكتور القرضاوي بيقول فيه انه الحديث تبع تفرق الأمة انه الجزء الأخير منه اللي هو كلهم في النار إلا واحدة، بيقول انه هذا الجزء موضوع يعني غير، هو ليس من أصل الحديث. أولا يا بنت الحلال يا أم عمر، نعم، ليس كل من تكلم في علم ما يسمع منه. هل عرفت الشيخ القرضاوي يوما ما أنه ألف رسالة في علم الحديث فضلا عن أن يؤلف كتابا، فضلا عن أن يؤلف كتبا، فضلا عن أن يؤلف مجلدات؟ هذه مصيبة الدهر في هذا الزمان، مثل القرضاوي ومثل الغزالي المصري، هؤلاء يقيمون القيامة على بعض الشباب الناشئين على المنهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، فإذا ما أحد أفتاهم بفتوى سألوا شو الدليل، بقيموا القيامة عليهم. شو أنتم كل شيء تسألوا ما هو الدليل؟ لازم تسألوا الفقهاء وأهل الاختصاص والعلم، وإذا هم يقعون في الشيء الذي ينكرونه على الشباب وهم شيوخ، حيث أنهم لا يأخذون برأي أهل الاختصاص في علم الحديث. صحيح. القرضاوي نفسه أنا أعرفه شخصيا وعشت معه في قطر أياما، والتقينا معه في مجلس اللي بيسموه مجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية مرارا وتكرارا، فهو يثق بعلمي ويعلم رسوخ قدمي فيه. مع ذلك الآن من أجل تسليك بعض الوقائع السيئة في العالم الإسلامي تجده يصحح ما هو ضعيف ويضعف كهذا الحديث ما هو صحيح. لذلك ينبغي على إخواننا المسلمين سواء كانوا نساء أو رجالا أن يعرفوا كما يقال في المثل العربي القديم، أن يعرفوا كيف تؤكل الكتف. يعني اليوم كما تعلمين علم من العلوم له فروع في الاختصاص، يعني مثلا إنسان ابتلي بوجع في أذنه لا يذهب إلى أي طبيب مختص مثلا في الأمراض الداخلية في البطن في الأمعاء إلى آخره، لكن يذهب إلى رجل مختص في الأذنين، وهكذا دواليك. هذا الاختصاص أمر ضروري جدا، وهذا من معاني قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرضاوي وأمثال الغزالي ونحوهما ليسوا من أهل العلم الحديث تصحيحا وتضييفا. إن كانوا على شيء من العلم فهو العلم الفقه التقليدي وليس الفقه المستقى من الكتاب والسنة. لقد أطلت علي أولا ثم عليك ثانيا، فنكتفي الآن بهذا المقدار حتى نفتح المجال لمن قد ينتظر انتهاء المكالمة من السائلين. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وإياكم.